إلى سوق الإطارات في المملكة. هذا السوق يعاني كثيرا من استغلال بعض التجار وعدم وعي المستهلكين وغياب الرقابة في الوكلاء أو في علاقتهم مع الوكلاء. هذه الثلاثية صنعت سوقا ينذر بكثير من الخطر على المستخدمين من المواطنين وغيرهم. الزميل محمد بن مشهور كان في قلب الحدث وعد لنا بهذا التقرير. قلة الوعي وسوء التنظيم ضربتان في رأس مستهلك الإطارات بالمملكة، واستنزاف للمال وتضاعف الاستهلاك. فشكاوى المواطنين والمقيمين لم تجدوا آذانا صاغية ولم تجدوا من يحميهم من جشع التجار والوكلاء، فمعظم تلك الشكاوي تذهب سدى تحت ذريعة سوء الاستخدام. بكل أمانة بالنسبة للوكلاء وتعاملهم مع المستهلك ما في أي سياسة أو شروط واضحة بيبلغ فيها المستهلك. فمثلا لو راح المستهلك لأي نقاط من نقاط البيع، البناشر بالعامية أو أي مكان تشتري منه كفر، حتيجي حيقول لك ضمان سنتين، ضمان سنة. طبعا يختلف على حسب المصنع، على حسب قيمة الكفر إلى آخره، ولكن ما في شروط واضحة تبين العلاقة اللي بين المستهلك وبين الوكيل. في النهاية إيش ما صار عندك وصارت عندك مشكلة في الكفر، سواء سوء استخدام سواء سوء تصنيع في نفس المنتج، هتروح للوكيل في الأغلب 99.9% حيحملك أنت الخلل وحيخرج هو من الضمان. أقل من سنة الكفر يمسح الكفر العريض اللي وراء. جميل. ورحت كذا بنشر يقولون هذا المسحية، هذا على أساس الكفر العريض، هذا من الكفر. الكفر العريض هذا هو اللي يمسح من 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 جوا. يعطيني 3 سنوات. أقل من سنة يمسح المسح من جوا. التجار والوكلاء يهتمون في بيع تلك الإطارات دون معرفة نوع مركبة العميل. يضعون ضمانا لسنوات في حين أن الإطار قليلا ما يعيش لأشهر، ليجد العميل نفسه بين مطرقة الوكيل وسندان سوء الاستخدام. وفي كل مرة ينجح الوكلاء في إبراء ذمة المنتج من الخلل التصنيعي ويلقي اللوم على سوء استخدام ذلك العميل، لتستمر قصة استنزاف العميل دون رحمة. لبرنامج يا هلا محمد بن مشهور، جدة.